السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة منح من كل العالم. قناة منح من كل العالم متخصصة بتوفير جميع فرص التدريب وفرص التطوع، وكذلك توفر منح من جميع أنحاء العالم. كما تشاهدون الآن، هذه قناة منح من كل العالم سوف تجدون جميع المنح مخصصة ومموله بالكامل في ألمانيا، في السويس، في سويسرا، في الدنمارك، في النمسا، وكذلك في أمريكا، يعني في جميع الدول القوية والدول التي تعتبر من الدول العظمى. الآن سوف نقوم بتقديم المنحة التي سوف نقوم بتقديمها اليوم. هي منحة دراسية لجميع المراحل الدراسية في رومانيا في أوروبا. كما تعرفون، دولة رومانيا هي التي توفر هذه المنحة. الجهة المانحة لهذه المنحة هي ترانسلفانيا يونيفرسيتي اوف براسوف. المرحلة الدراسية تجدون المرحلة الدراسية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتعتبر هذه المنحة يعني من أحسن المنح المتوفرة، لأنها تقبل عدد كبير من الطلاب، وكذلك توفر جميع التمويلات المتطلبة. كذلك الدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم لهذه المنحة منها الدول العربية كمصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، اليمن، السعودية وغيرها من الدول الشقيقة. بالنسبة للتمويل، هو تمويل كما قلت لكم جد ممتاز، رسوم دراسية بالمجان، وكذلك توفر لك سكن جامعي مجانا، وراتب شهري قدره 800 ليو روماني بما يساوي 200 دولار تقريبا. عندما أقول بأن 200 دولار فهي كافية في رومانيا، لأن رومانيا تعتبر من الدول الأوروبية الأقل تكلفة بالنسبة للدول في أوروبا، أو حتى بالنسبة للدول العربية. وكذلك هي دولة أوروبية مسموح بها العمل بجانب الدراسة أيضا بمعدل 9 يورو للساعة، يعني يمكنك العمل بدوام جزئي بعد انتهائك من الدراسة. بالنسبة للتخصصات، فهي توفر جميع التخصصات، كلية تصميم منتوجات والبيئة، وكذلك كلية الهندسة والكهرباء وعلوم الحاسب، وكذلك الهندسة. سوف تجدون كذلك كلية الحقوق، التربية المدنية، وكلية الآداب، وكذلك كلية الرياضيات والحاسوب، كلية الطب متوفرة كذلك، وكذلك علم الاجتماع والاتصال والأغذية والهندسة الميدانية. ورابط الرسمي للتخصصات من هنا، بالضغط على هذا الزر يمكنكم الاطلاع على جميع التخصصات وجميع الكليات التي توفر هذه المنحة. هنا سوف تجدون جميع التخصص الذي أنتم مهتمون به. الآن من ملاحظة، الدراسة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة الرومانية، يعني عندك اختيار، هل تريد الدراسة بالإنجليزية أو بالرومانية أو كذلك بالألمانية. هذه المنحة أيضا بها سنة لغة تحضيرية للدراسة اللغة الرومانية. ليس هناك حد أقصى للعمر، يعني أي شخص يمكنه التقديم على هذه المنحة. إذا كنت في آخر سنة من الثانوية العامة أو البكالوريوس، الثانوية العامة يعني الثانوية، بكالوريوس أو الماجستير، يمكنك التقديم أيضا. بالنسبة إذا كنت في الثانوية وتريد التقديم على البكالوريوس، يمكنك كذلك. وإذا كنت حاصل على شهادة البكالوريوس، يعني شهادة الإجازة، وتريد إعادة الدراسة في الإجازة، يعني البكالوريوس، يمكنك كذلك. بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم، يجب عليك توفير سي في، سيرة ذاتية، خطاب نية، موتيفيشن ليتر، لتر دو موتيفاسيون، 3 خطابات توصية من أشخاص، يجب أن يكون أشخاص أكاديميين من الأحسن، وكذلك مقال قالت المنحة. بعد القبول في المنحة، سوف يطلب منك تكملة باقي الأوراق مثل شهادة التخرج أو كشف الدرجة. يعني عندما يقومون بقبولك، سوف تقوم بإرفاق مرة أخرى شهادة التخرج أو كشف الدرجات. الإعلان المقبولين على هذه المنحة سوف يكون في 31 ماي 2021. كيفية التقديم؟ يتم التقديم الأونلاين بشكل كامل. سوف أقوم بالتقديم على هذه المنحة بعد قليل. آخر موعد للتقديم على هذه المنحة هو 27 أبريل 2021، وهو وقت كافي للتقديم على هذه المنحة. الآن سوف نقوم بالضغط على الإعلان الرسمي للمنحة لتصفح الموقع الخاص بها. هذا هو الإعلان الرسمي للمنحة. سوف تجدون جميع المعلومات المتعلقة بالمنحة. هنا سوف تجدون أوقات، يعني فوق أي وقت سوف يعلنون نتائج مقبولين، وكذلك جميع تواريخ خاصة. هنا سوف تجدون الخاصة بالتمويل، يعني سوف تجدون جميع المعلومات المتعلقة بالمنحة التي قامت قناة منح من كل العالم بترجمتها من اللغة العربية مسبقا.
الآن سوف نقوم بالتقديم على هاتين المنحة بالضغط على قدم الآن. والآن سوف نقوم بالتقديم عليها. هنا سوف تجدون المعلومات الخاصة بكم، سوف تقومون بكتابة الاسم الشخصي وكذلك الاسم العائلي، ميلاد، سنة الميلاد وكذلك البلد. وهنا سوف تقومون بكتابة العنوان الخاص بكم، المعلومات الخاصة بالعنوان الذي أنت تقطن فيه. بعد ذلك إذا كنت تقطن في نفس العنوان سوف تقوم بالضغط على same as the correspond address. هنا سوف تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك وكذلك الإيميل. وهنا سوف تقوم باختيار هل تريد التقديم على البكالوريوس يعني الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه. بالنسبة لكل اختيار سوف تجدون خانات أخرى لملئها. بالنسبة للبكالوريوس سوف تجدون خانات خاصة بملء المعلومات الخاصة بالثانوية التي تدرس فيها أو كنت تدرس فيها. إذا قمت باختيار الماجستير سوف تقوم بكتابة المعلومات الخاصة بالجامعة التي أنت فيها أو حصلت على شهادات فيها. بالنسبة لي سوف أقوم بالتقديم على الباشلور، بعد ذلك سوف أقوم بالضغط على نيكست. هنا سوف أقوم بكتابة الاسم الثانوية التي كنت أدرس فيها وكذلك أين توجد هذه الثانوية، في أي مدينة وكذلك في أي بلد. وبعد ذلك سوف أقوم بكتابة بداية الدراسة في هذه الثانوية ونهاية الدراسة. هنا إذا كنت سوف تقدم على الماجستير سوف يطلبون منك معلومات خاصة بالجامعة وليس بالثانوية، وكذلك بالنسبة إلى الدكتوراه. بعد ذلك سوف أقوم بالضغط على نيكست. هنا سوف أقوم باختيار اللغة التي أريد الدراسة فيها في رومانيا. هل أريد الدراسة باللغة الرومانية؟ إذا اخترت اللغة الرومانية فسيكون لدي سنة كاملة لتحضير اللغة الرومانية في الجامعة. وإذا اخترت الإنجليزية سوف أبدأ يعني بطريقة مباشرة بدون أي لغة تحضير، أو الألمانية. بالنسبة إلى اخترنا الألمانية بالنسبة للألمانية study program يعني مجالات للدراسة فهي محدودة كما ترون، فقط applied computer science. إذا اخترت مثلا اللغة الإنجليزية تحضير يعني الدراسة باللغة الإنجليزية فهي فقط منحصرة على بعض المجالات American study, automotive, business administration، فقط على هذه المجالات. إذا اخترت الرومانية فلدي اختيارات عديدة كما ترون هنا، لدي اختيارات عديدة من civil, clinical, laboratory, forest, food, human, resource، كذلك law، القانون، management، اقتصاد، علوم اقتصادية، وكذلك psychology. يعني لدينا اختيارات كثيرة إذا قمنا باختيار اللغة الألمانية، اللغة الرومانية. وكما قلت لكم من قبل بأن هناك سنة تحضير للغة الرومانية. هنا سوف تقوم بكتابة مقال صغير. ما في هذا المقال يجب عليك كتابة الهدف، ما هو هدفك من الحصول على هذه المنحة، ماذا تريد من هذه المنحة. هنا سوف تقوم بإرفاق ملف على شكل PDF recommendation letter يعني خطاب توصية من شخص، وكذلك من شخص ثاني، وكذلك من شخص ثالث. يعني يجب عليك إرفاق ثلاث خطابات توصية من السحب أن يكونون من أشخاص أكاديميين. هنا يجب عليك إرفاق CV الخاص بك، وهنا يجب عليك إرفاق كذلك motivation letter. وبعد ذلك سوف تقوم بالضغط على submit. ويجب عليكم معلومة، بعد قبولكم في هذه المنحة سوف يقومون بطلب مؤهل درجات وكذلك شهادة إثبات بأنكم لديكم شهادة بكالوريوس أو شهادة الثانوية العامة أو الماجستير على حسب اختياركم. بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على submit. وبهذا نكون قد انتهينا من التقديم على هذه المنحة. إذا كنتم تريدون التقديم على منح أخرى سوف تجدون مقاطع فيديوهات خاصة بمنح في إيطاليا وكذلك روتاري خاصة بأمريكا أو اليابان أو بريطانيا قطر، وكذلك سوف تجدون في فرنسا ونيوزيلندا وجميع تقريبا جميع الدول موجودة في قناة منح من كل العالم. إذا كان لديكم أي استفسار أو أسئلة سوف تجدون الإيميل في صندوق الوصف، وكذلك سوف تجدون الرابط الخاص بالتقديم على هذه المنحة في صندوق الوصف كذلك. سوف أقول لكم
شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.